باش ما نضللش يا سي عبد الوهاب، ولكن هذه نقطة مهمة سي عبد الوهاب، ولكن منطقة قبائل هي الفاتورة من لا شيء سيد الناس. مرحبا بك. طيب لو نبدأ معك أنت قبل أن نتحدث عن الجوانب السياسية مع الضيوف. السلام عليكم ورحمة الله. من عائشة إلى عياش، ومن عائشة عويسات التي ماتت بلسعة عقرب في مستشفى بورقلة إلى عياش محجوب الذي قضى داخل بئر بالمسيلة. البئر التي أغرقت جثمان شاب ألهم شعبا وغرقت معه خطابات ظلت لسنوات تتغنى بتوفير كل شيء في المناطق الداخلية، ولكنها حين حاولت هذه السلطات أن تدخل البئر فشلت في إنقاذ الشاب حتى وفاته المنية. عياش لم تتمكن حتى هذه السلطات من إخراجه ميتا إلا بعد أكثر من أسبوع. فالأسئلة كثيرة في موقف كهذا، أولها لماذا لم يتمكن الجميع من إنقاذ عياش حيا، ومن المسؤول عن وفاة عياش؟ هي ليست محاكمة ولكنها أسئلة تبحث في أسباب الحادثة التي لا تقع ربما بعدها حوادث أخرى إن تم الأخذ بالنصح في كثير من المواقف. فكيف يمكن ذلك إذن؟ هل ستصبح قضية عياش درسا لمن كان سببا، أو من هم اليوم يختبئون خلف مكاتب مكيفة كلفتهم الدولة بحماية المواطن، وما هم بفاعلين؟ طيب لو نبدأ معك أنت قبل أن نتحدث عن الجوانب السياسية مع الضيوف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من قراءات على المباشر من زير نيوز، نخصصها الحديث حول الحدث. في هذه الأثناء يتم استخراج جثمان الراحل عياش محجوبي. الحديث حول هذا الموضوع نسعد باستضافة نقيب نسيم برناوة رئيس مكتب الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرحبا بك سيد نقيب. وبك مساء الخير. ونسعد أيضا باستضافة الدكتور موسى عاشور أستاذ القانون الدولي المحلل السياسي. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم ومساءكم سعيد. إذا نبدأ معك سيد نسيم برناوي، آخر المستجدات بالنسبة لاستخراج جثمان الراحل عياش محجوبي في هذه الأثناء، يقال بأنه تم استخراج الجثمان، ما الجديد؟ آخر المستجدات هي العملية تقرب على انتهاء إن شاء الله، في تواصل الظروف التي متواجدة حد الآن أن تكون ملائمة ولا يعود أن تصعد المياه الجوفية كما كانت ليلة أمس، أين قطعنا أشواط كبيرة في الوصول إلى على مقربة من جثمان الفقيد رحمه الله، إلى كنا على بعد 50 سنتيمتر من الفوق. تم توقف طيلة الليل وتصريف المياه، ثم معاودة العمل تقريبا منذ 5 ساعات يعني بعد الظهيرة، أين انخفض منسوب المياه. ونشكر الفلاحين على تلبية النداء في إفراغ كل الآبار والأبريال من أجل أن ينخفض مستوى المياه الجوفية. تم مواصلة العمل يعني خلال الساعات الماضية، وتقدمت العملية بشوط كبير تكاد أن تنتهي إن شاء الله خلال الساعات القادمة إن شاء الله إذا تواصلت الظروف المناسبة كما هي جارية حاليا. الشيء المهم هو أنه الآن تم تثبيت الضحية وشبكها حتى نتفادى أن تنزلق مرة أخرى إلى عمق بعد عمق من الأنبوب، ومواصلة قطع الباقي الجزء الباقي من الماسورة لإخراج الجثة السليمة حتى يتسنى للمصالح الأمنية والطبية من أجل يعني تشريح الجثة ومباشرة يعني التحقيقات فيما يخص وفاة المرحوم عياش. طيب نتحدث بلغة تقنية بكثير من الواقع سيدنا نسيم برناوي، كلام كثير قيل حول إمكانية المسخرة، تقنية المستعملة، الوسائل التي تعتمد عليها الحماية المدنية من خلال الطاقم البشري. هل فعلا الحماية المدنية تملك الوسائل للإنقاذ حتى يطمئن المواطنين؟ وربما حادثة عياش ستكون صفحة لا تطوى ولكنها ستبقى مسجلة في تاريخ الإنقاذ في الجزائر. نعم، جميل سؤالك أخي أمين. ما يخص الإمكانيات أو الاختصاصات التي تملكها الحماية المدنية أو في مختلف المجالات التدخلية، سواء كانت الحوادث اليومية أو الحوادث الكبرى أو الكوارث، حادثة عياش تحولت ربما إعلاميا إلى كارثة وأزمة وقضية رأي عام، يعني طالت مدة الإنقاذ. صحيح الإمكانيات الحماية المدنية لم يكن لها الإمكانيات اللازمة في مختلف التدخلات لما نالت الشارة الاستشارية الدولية من خص فرق الإنقاذ والبحث في الأماكن الحضرية التي تقدمها الأمم المتحدة، هي ماشي هدية أو تصدق عليك لو لم تكن جاهزية وتمارين وتدريبات واقتناءات وميزانية
وتكوين خاص في الاختصاصات سواء قاعديا رسكلة أو في مجال يعني المستوى العالي أو الخبرات لما كنا نصل إلى المكان التي نصل لها. والحماية المدنية أثبتت ذلك. يعني نسألك سؤال، لماذا خليني نكمل أمين مفضل. أثبتت ذلك خلال السنوات الأخيرة وخلال كل التدخلات الأخيرة ويوميا. لو نقدم الحصيلة اليومية للشعب الجزائري، كم من شخص يتم إنقاذه وكم من شخص متوفى يتم انشاله من مختلف الحوادث لصدم الشعب الجزائري. هذه في التدخلات اليومية التي يقوم بها أعوان الحماية المدنية التي تصل إلى أكثر من 3000 تدخل يوميا. لماذا طالت مدة الإنقاذ على مستوى أم إشمن؟ الحوادث التي مثل هذه الحوادث يعني لا تسجل سنويا، يعني في 10 سنوات أو 15 سنة تكون عندك حادثة، لكن للذكر في الآبار، في الآبار نسجل الحوادث يوميا سواء الإنسان أو الحيوانات. هذه باش تكون المواطن على علم، كل الناس يتم إنقاذهم وفي بعض الأحيان جثث متعفنة أو جثث يتم انتشالها متوفية على غيرها ما حدث أول أمس فقط في وهران في بئر عمقه 10 مترات، الضحية أخرجت سليمة وحية ولا تزال حية. العملية كانت تكمن صعبة منذ وهلتها الأولى، اتضحت أن عملية صعبة في التقنيات المستعملة الأولى والتدخل الأولي اتضح أن العملية معقدة جدا. الشخص كان حي، عياش ربي يرحمه حي، كيف نبقي على عياش حي في ظروف لا تساعده ولا تساعدنا في التدخل حتى تقرب إليه وإعطائه كل الإسعافات اللازمة الأولية لإبقائه حي، الحفاظ على درجة حرارة جسمه، تقديم له الإسعافات، التكلم معه، الإبقاء له على المعلومات البسيكولوجية، متواجد في أنبوب ضيق جدا في الظلام، حالة العاله والفزع نعرفه فقط العاله والفزع يضحى بها حالة الإنسان. وما أدرك أن هذه الضحية لا تتناول أي شيء، وما هي الحالة الصحية لعياش التي كان بها، هل مريض، هل له أمراض مزمنة، كل الأمور لم نكن نستطيع أن نعرفها في ظل هذه. حاولنا إخراجه بشتى الطرق في الأول بإدخال عون حماية مدنية، بإرسال حبال، محاولة تثبيت وشبكة الضحية من أجل انتشالها، كل المحاولات بقت بالفشل ولا لم نكن نستطيع ذلك. تم الإقرار والقرار مزاولة عملية الحفر وتفعيل المخطط وتنظيم الإسعافات، تنسيق الإسعافات عفوا. يعني هنا ليست مهام الحماية المدنية فقط، كل الأنماط المتدخلة سواء كان تفعيل وكان تفعيل جزئي، يعني كنا نحتاج أشعة عمومية، كنا نحتاج الموارد المائية، التقنيين والمهندسين تاع الموارد المائية، نحتاج الصحة، نحتاج المصالح الأمنية لتأمين المكان، وزارة التضامن كل يعني هو الوالي اللي فعل، لأنه الأمانة تاع المخطط تكون عند مدير الحماية المدنية باقتراح من سيد المدير، الوالي يفعل هذا وتدخل كل الإمكانيات المتواجدة. أنه المخطط هناك نوعين، كان مخطط بلدي وكان مخطط ولائي. هذا المخطط الولائي يحصى فيه كل إمكانيات البشرية والمادية التابعة للسلطات المحلية والدولة الجزائرية وكذلك الخواص منهم المقاولين والمواطنين، كلهم يدخلوا في هذه التدخلات. الحمد لله احنا الشيء اللي شفناه أن المواطن جاء بمحض إرادته، هذا الشيء شرف المواطن الجزائري، ليس بقوة الجزائري في مثل هذه المواقف، ليس بقوة القانون، أتوا بمحض إرادتهم ومشكورين جدا. مزاولة عملية الحفر كانت لازم هناك يعطونا دراسة على الأرضية، كانت لازم هناك بسرعة تكون دراسة على الأرضية، من نوعية الأرضية، ما هي الطبقات المشكلة لهذه الأرضية. الطبقة الأولى معروفة في هذه المنطقة رملية وزلجة جدا، ثم نوعا ما تربة، ثم صخرية يعني الصخور، ومعروفة منطقة معروفة، منطقة مائية، مياه جوفية، يعني في كل لحظة كل أمطار كنا بالعملية الحفر كنا ندرك أنه في أي وقت يكون ترتفع منسوب المياه. والشيء هذا اللي تخوفنا منه كان على بعد 22 متر، لما وصلنا 22 متر وطلعت المياه احنا أدركنا أنه حتى المياه دخلت داخل البئر الارتوازي، كما ارتفعت خارجا ارتفعت، هنا المياه ارتفعت يعني بشدة، رغم أنه الفلاحين يعني كانوا أفرغوا كل يعني الأبار تحهم والأبيار الارتوازي الأخرى حتى لا تصعد المياه يعني، لكن يعني غزارة المياه وقوتها في هذه المنطقة هي التي غمرت الضحية وأدت إلى وفاة يعني غرقا. يعني غرقا، حتى أنه الضحية في مثل هذه الظروف إذا عاشت أكثر من 48 ساعة أو 72 ساعة هي سيان ميراكل، معجزة معجزة
هي معجزة حقيقة إذا كان ضحية شد يومين أو ثلاثة في مثل هذه الظروف، هي معجزة. لكن التأكد وكان بعد أن المياه غمرت الضحية. المواصلة عملية الحفر تصريف المياه، محاولة اقتلاع الأنبو لم تكن بمقدورنا لسبب، وأنه أي اهتزاز كبير كان يساعد في سقوط الضحية إلى أبعد نقطة. طيب 50 الحماية من المدنية تقول إنها لم تقصر واشتغلت على مدار الساعة لمدة قاربت 10 أيام. دكتور موسى عاشور، من المسؤول عن وفاة عياش؟ إذا كان هناك ربما أكثر من عياش في الجزائر على ذكر الأرقام التي أعطاها نقيب نسيم برنابو. أستاذ الفاضل، يعني أولا يعني يجب أن نقوم بدراسة موضوع يعني أو استخراج الشكلية يعني أو الإشكال بهذا الموضوع. يعني لا يعني لا نستطيع حد نسمع حديث مبعثر من كل جهة وجهة. يعني للأسف إحنا لحد اللحظة هذه ما عناش يعني على الأقل دراسة يعني علمية أو يعني أو قانونية لكي نستطيع بث فيها مثل هذه الحالة. يعني أولا تعرفوا إنه هذا الآبار موجود في أماكن يعني مكان يعني منعزل بعيد عن يعني تواجد عمرانية سكنية. يعني هنا راح توصلنا لبس كي لبس. إحنا يعني للأسف اليوم يعني الروايات اللي رانا نشوفوها اليوم على أرض الواقع يعني حقيقتها الموجودة في الكثير من التويتر والفيسبوك وأيضا وغيرها من الوسائل يعني التواصل الاجتماعي، أنه يعني يجب أن يعني نطلب من المواطن الكريم أنه يعني 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 بدون ما يعني نرتجل في بعض الكلام. يعني للأسف يعني سمعنا أنه يعني إحنا يعني نشد على أيدي يعني إخواننا في الحماية المدنية حقيقة يعني مشهود لهم في باعي من هذا العمل يعني الكثير كما تفضل يعني السيد المحترم وقال لك إحنا عنا يوميا 3000 حالة. يعني إن دل يدل على أنه اليوم إحنا نتغنى بهذه الحماية المدنية، لأنه حقيقة إذا كانت تقوم يعني إسعاف 3000 حالة يوميا معناته إن دل يدل على الكفاءة ويدل على أنه هذه حقيقة النشاط المستمر وال يعني المادة العلمية الموجودة لديهم والخبرة وأيضا رسكلة كما هذا تفضل. هذا من جهة أيضا على بالضبط. أن هناك بالضبط. مخاطر أوكي. تحيط وليكن. المواطن وليكن. من وليكن. كل جانب. يعني أنا 3000 حادث يوميا. أنا حقيقة حقيقة أمامه مش بئر واحدة فقط يعني. يا أستاذ الفاضل يعني حقيقة كما تفضل الزميل يعني هي ليست قضية آبار. يعني الآبار هذا كما تفضل 10 سنوات 15 سنة 10 سنوات 7 سنوات 5 سنوات نسمع حالة كما هذه. يعني فعلا حالة يعني حالة يعني تربك خلينا نقولها بصريح العبارة. لكن اليوم للأسف إحنا نتأسفوا اليوم الحماية المدنية ما هيش تشرف فقط على آبار، على حريق، على حوادث مرور. للأسف أصبحنا اليوم من الدول التي تتغنى بحوادث اليومية على أرض الواقع. يعني خلينا نحكيها بكل صراحة، حوادث المرور. وللأسف هذا أندل يدول ليس أنه إحنا اليوم ما نكتسبوش قانون المرور ولا قانون نظام الشرطي ولا كذا، لكن للأسف اليوم المواطن أيضا يجب أن يكون هناك توجيه سياسي ومعنوي للمواطن في كل الميادين وليس في الميدان هذا فقط. يعني حقيقة اليوم إذا حبينا نحط المسؤولية لمن؟ إذا كان هذا البئر مرخص إذا هناك نقص في الرقابة، وكما سمعنا يعني في من قليل أنه البئر هذا قديم المنشأ يعني ما هو ليس يعني محمي. بالضبط محمي يعني. بالضبط يعني على سبيل الحصر يعني سمعنا بعض الكلام يعني حقيقة على أرض الواقع اللي عاشوا أرض الواقع أنه يقول لك هذا البئر محمي. إذا كان محمي وقدمه أيضا هذا الأنبوب كما تفضل الزميل عندما يتم سحبه أكيد يروح إذا كذا عدم إذا ما مستعمل هذا المكان اكيد راح يكون هناك تاكل في الماده المستعمله. وبالتالي هنا يعني صراحه استاذ الفاضل هنا نحمل مسؤوليه اذا كان استغلال هذا. نحن نعلم ان القانون الجزائري يمنع استعمال او التنقيب على المياه الجوفيه، هذه بدرجه اولى، الا اذا كان هناك ترخيص لاستغلال معين وبحسب ما يسمى يعني بشروط والمواصفات والمقاييس القانونيه والعلميه التي من شانها تحافظ على السلامه الامنيه وايضا الجسديه والامنيه حتى لصاحبها وللماره. خلينا نقول هذا الكلام. يعني انا كي نشوف انا بئر مثل هذا يعني اسمح لي راح نقول من هو المسؤول هنا؟ السؤال يطرح نفسه. يعني اقل شيء كان هذا المكان يكون له مثلا ساتر يعني عفوا جدار محمي ببوابه بكذا. لكن انا اليوم ايضا احنا مطلوب منا باش نكونوا صراحة. يعني نتمنى يعني اخي المواطن يعني العزيز والكريم قبل ما نروحوا يعني لانه اليوم احنا اصبحنا في محك الخطر
في كل المجالات. وبهذا التالي يعني لازم يكون هناك توعية حقيقة قبل ما نكتبوا يعني في تويتر، لأنه اليوم احنا للأسف أصبحنا حتى احنا ما وليناش نحب نجل الشاشة باش نعطوا آراءنا يعني بريئة، آراء بريئة، لأنه اليوم أصبحنا نعطوا آراءنا البريئة ونسمع بعض الناس يعلقوا واحد التعليقات للأسف يؤسفنا تقشعر له الأبدان. وهذا الأسف قبل هذه التعليقات نحن نتحدث أمام المشاهد، معلش هذا المشاهد لازم يوصلوا رسالة لأنه على المباشر. نتحدث عن المسؤولية التي تحدثت أو ذكرتها قبل قليل دكتور، لماذا لم يتم إنشاء هذا الجدار يعني حتى وقع الفاضل. الشاب عياش رحمه الله أستاذ الفاضل يعني، وقد يقع آخرون أيضا في أبار أخرى غير مغطاة. وتحدث عن الرقابة، تحدث عن مسؤولية السلطات المحلية، ولاحظنا أيضا أن ما أثار سخط وغضب المواطنين هو أيضا كلام المسؤول الأول في ولاية المسيلة. طريقة تحدث الوالي مع شقيق الضحية هي التي أثارت غضب وسخط الكثير من الناس، وليست المدة التي أخذت عملية الإنقاذ. يا أستاذ الفاضل معلش يعني الوالي أو يعني خلينا نقول تحكوا على الرجل الأول في الولاية، نعم معلش هذا الكلام معروف يعني. احنا دوك يعني بكل صحة العبارة احيانا الحدث وقعية الحدث ويعني يعني خطورة الحدث والاهتمام في الحدث يعني يخلي الانسان مرات يعني يخرج عن طوعه ويحكي كلام يعني اسمح لي في الكلمة هذه قد يكون يعني خلينا نقول في الكلام عروبي بدون يعني اخذه بالمسؤولية الرسمية لهذا الشخص. يعني احنا كاين سلطات اعلى من هذا الوالي، وقد يجوز هذا الوالي في يوم من الأيام راح يكون يتنال جزء من هذا المتابعة يعني اسمح لي، أو غيره مسؤول على مستوى الإدارات المحلية لتلك الولاية، لأنه كما تفضل الزميل كلمة جوهرية. نحن اليوم يعني وجودك في المكان أو في منصب هو تكليف وليس تشريف، اسمح لي يعني اليوم هذا المسؤول اللي ما شافش هذا المكان بئر مثل هذا وخطورة هذا المكان وما يسمى يعني الاستباقية لكيفية محاربة أو كيفية علاج هذا أو رقابة هذا الحدث، أنا أحمل المسؤولية فعلا لبعض الأشخاص اللي هم مواطنين مثلنا مثلهم اللي ما حبوا يعني ما استطاعوش أنه فعلا يقوموا بإجراءاتهم وقعدوا في المكاتب كما قال لك المكيفة أو كذا. هذا عنصر من العناصر، لكن احنا يا سيد الفاضل إلى غاية اللحظة هذه ما عندناش معلومة حقيقية إن كان هذا المشروع مرخص لقدم سنه، إن كان مرخص أو غير مرخص ساد. ونحن نعلم أنه اليوم السلطة عاقبت الكثير من الأشخاص اللي سولتهم نفسهم، وأنتم تعلمون جيد والإخوان في الحماية المدنية يعلمون جيد، وين قاموا بمشاريع يعني غير شرعية خلينا نقول هذا الكلام للتنقيب على المياه الجوفية، للقانون الجزائي يعاقب هذا الجانب إلا بمواصفات وترخيص، ونأكد المعلومة هذه على مستوى المحلي ولا على مستوى الوطني. بحضور النقيب نسيم برنو الذي قال بأننا أخذنا كل المعلومات حول هذه البئر، هل هذه البئر رغم قدمها تتوفر على شروط السلامة والأمن؟ ناهيك عن عدم تعليمها ربما وضع جدار حول هذه البئر، يتوفر على شرط واحد فقط، نعم. هي مرتفعة عن الأرضية بخمسين سنتيمتر ببراط الخرسانة من إذا محمية بيطون، لكن المحمية كما ينص عليه القانون أو كما نريد كما تكلمنا من ست أو سبع سنوات ماضية في كيفية إغلاق وحماية هذه الآبار وبجدران مرتفعة متر ونصف وبأبواب محكمة لكي لا أحد يستطيع الدخول إلا من يستغل هذه الآبار، سواء كان انتوازية أو آبار تابعة للخواص أو لدولة جزائرية. وحتى كذلك ذهبنا بعيدا فيما يخص نقطة ولفت انتباه الرأي العام والمسؤولين على مستوى السلطات المحلية في تواجد ليس فقط الآبار توازية، آبار عشوائية متناطرة في الطبيعة بشكل كبير ورهيب، حفر متواجدة في الطبيعة ومغطاة لا تراها العين مجرد حتى يتم كشفها في سقوط الضحايا أو الحيوانات التي ترعى في الطبيعة. عملنا عمل ست سنوات وسبع سنوات في المناطق النائية والداخلية، عملية تحسيس الفلاحين والمواطنين الذين يمتلكون الآبار الخاصة في ضرورة بناء جدران وحماية هذه الآبار، وكذلك التقرب من السلطات من أجل إحصاء القيام بعملية إحصاء هذه الآبار التي لا تستعمل، يجب أن تردم نهائيا حتى نتفادى مثل هذه الحوادث التي ذهب ضحاياها صغار وكبار وحتى الحيوانات للأسف. نظن أنه إن شاء الله بعد هذه الحادثة يتم يعني لفت الانتباه الجميع والعمل على في إطار عمل تقني إحصاء هذه الآبار ودراستها قدمها
نفعيتها، ضرورة حمايتها، إلغاؤها، ردمها، إعادة إحياء مشروع أو قانون في كيفية الاستغلال، في كيفية الإنشاء، في كيفية التشهير تعريب هذه الآبار على مستوى السلطة المحلية أو على مستوى الجرائد. هي الآن فرصة بعدما ننتهي من هذه العملية ويتم رفع مختلف التقارير عن طريق مختلف الجهات بكل شفافية، بكل شفافية دون استعمال لغة الخشب أو لف والدوران، حتى يعني نتفادى يعني مثل هذه الحوادث ومثل هذه التأويلات والإشاعات وكل الكلام الذي كان من اليمين واليسار وما لكن حدثت عياش، وأنت أيضا أشرت إلى هذه النقطة سيد نسيم، أثبتت أيضا أن الشعب الجزائري والمواطنين وهباتهم التضامنية ووقفاتهم مع مختلف المصالح عندما يتعلق الأمر بسلامة وصحة وأمن المواطن يبينون على خصال فريدة جدا من نوعها. أنت كرجل حماية لا تجدها في أي مكان. رغم ذلك يعني صبروا ووقفوا مع رجال الحماية المدنية وبقوا في المكان ونصبوا الخيام يعني في هذه المناطق. كيف أنت كرجل الحماية المدنية تجد هذه الوقفات من ناحية المعنوية، من ناحية النفسية، لمواصلة إنقاذ الأرواح، وربما لم تجد مسؤول كما وجدت المواطن؟ لا، هي في كل التدخلات أمين أخي، في كل التدخلات سواء كانت كوارث أو تدخلات يومية. نعطيك فقط مثال، حرائق الغابات. نعم. في حرائق الغابات في الجبال والمناطق النائية تجد المواطنين يقطعون الكيلومترات ويأتون لك بالأكل والماء وكل ما هي احتياجات، رغم أنه يعني لما نكون في مثل هذه التدخلات عندنا اللوجستيك الخاص بنا، عدنا الأكل، عدنا الماء، عدنا اللوازم الطبية التي توفر لنا حاجيات يعني خاصة الفرق التدخل. يعني وحاسبكم هذا هو حاسبين الدعم المعنوي الذي يقدمه هذا المواطن، الوقوف وراءك هي من خصال وشيام هذا الشعب الكبير، الشعب الجزائري الكريم. عظيم. كل عظيم. لا، هي وقفة عظيمة يعني ما تلقاش يعني أي شعب يبقى معك 9 أيام في مكان الحادثة، رغم أنه يعني في بعض الأحيان أنه يقلقون التواجد فقط لما يكونوا واقفين على الحواف، يعني لأنه نخافوا أنه يكون انهيار في أي لحظة، كان خطر الانهيار. هذه كان التخوف لنا لأنه الكرم تحم والفضول تحم، ما كناش حبوا يولي كارثة أخرى في المكان. كان هناك تفاهم من المواطنين. للأسف أمس كانت هناك إشاعات في صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي، وكانت هناك نداءات، أحمد الله، الحمد لله، الحمد لله يا ربي، كانت راح تكون كارثة. جاءوا المواطنين يجروا بسرعة للمكان الوقوف، لأنه قال خرج إشاعة أنه عياش خرجوه. الحمد لله أنه ربي لطف أنه ما كانت كارثة، حتى أنه ذات الناس تعيط رجعوا الوراء، نظموا أنفسكم يعني رجعوا الوراء. لا، المواطن هو بالنسبة لي يعني فضول ويحب يعني يشوف النتيجة، قلق هو أيضا قلق، قلق يعني. قلق ما يعرفش الأخطار وما عندهش دراسة عن الأخطار ولا تعريف الأخطار، حتى تكلم معه هو كل واحد كيف يشوفه، ما يقول ربما مش حابين نشوفه، ربما رانا نجينيو فيهم، ربما رانا كل واحد كيفاش يفسر. لكن انظر أنه الفضول والكرم على أنه تكلل العملية بنجاح وانتهاء العملية، هي اللي يبقى المواطنين في هذا المكان حتى يعني يساندوا العوان لما زالهم في مكان التدخل. طيب، قلنا بأن المواطن يحس برجال الحماية المدنية، يشعر بأنه الدولة والجزائر ككل محتاجة هذه الوقفة، لكن لماذا المواطن دكتور، وأنت ربما الأكاديمي الخبير، لماذا المواطن دائما يشعر بأنه لا يوجد من يشعر بما يعاني وبما يحس في هذه الكوارث في هذه المشاكل؟ أستاذ الفاضل، يعني حقيقة يعني أنا أؤكد وأشيد يعني بنفس الكلام اللي سمعناه من سيد النقيب، يعني في اختصاصه الخاص يعني. نعم. لأنه هو دائما يكون أسبق منا يعني لهذه الأشياء يعني الإنسانية، خلينا نحكوها بصريح العبارة، ونرجع شوية للوراء أستاذ الفاضل، أنه تاريخيا الشعب الجزائري يضرب فيه مثل في مواقفه الوطنية والدولية، يعني عند انطلاق أي حركة تحرر في السابق في الماضي بعد استقلال الجزائر، كانت الدولة الوحيدة اللي أشرفت على القيام ومتابعة ومساندة الحركات التحررية. هذا يدل على ماذا؟ أنه يعني حقيقة المجتمع المدني الجزائري عالميا
وتعلمون جيدا يعني في الكثير يعني خلينا نخرج حتى في الحالات الإنسانية والحالات يعني الرجولة والشهامة والرياضة وكذا، ونعلم جيدا أنه الموقف الوطني يعني الحس أو ما يسمى الحس الوطني عند يعني المجتمع الجزائري أصبح تاريخي وأصبح هناك تسلسل في يعني في المراحل. طيب عفوا باش عفوا معليش ولا تمثيل الذي قال بأن الشعب هو الدولة والدولة هي أكيد الشعب. أكيد هذا الدستور، هذا الهرم، هذا الأساس، شعر بأنه هو الدولة في مواقف كهذه فقط. بالعكس بالعكس أنا يعني أشكر الأستاذ الحكم يعني كلمة يعني هذا أو يعطينا الزميل يعطينا يعني وقائع حية عندما يقول بالأمس إنه المواطنين في أثناء يعني السراء والضراء موجود، يعني إذا كان يدل هذا الكلام يعني اسمح لي. نعم. اليوم إحنا يعني عند الشعلة، الشعلة عند من؟ عند المجتمع المدني، عند الشعب. يعني خلينا نكون صريح العبارة، يعني اليوم الوطن، من هو الوطن؟ الوطن هي حمايته، من هو الدولة؟ هي الشعب وكذا، معروف يعني هذا قاعدة آمرة من ناحية قانونية، وبالتالي حتى النظام المنظومة القانونية أصبحت مجسدة على أرض الواقع. يعني خروج المواطن قبل وقوع الجريمة يعني هو يخرج إنه مباشرة مستعد لأي مواقف. بالتالي أستاذ إحنا من اليوم جيناش يعني هذا ما نزودوش في هذا الكلام. نعم. لأنه هذا الكلام أكبر منا ومن الجميع، لأنه لا نستطيع تجريح أو شك في مواطن جزائري عند الرجولة وعند المواقف الحساسة والجياشة بالنسبة لهذا الشعب الجزائري. يعني نتفهم هذا سواء على المستوى الوطني المحلي ولا مستوى الدولي. ومعروف اليوم حتى الأزمات اللي رانا نتلقاوها من خارج الدول يعني التي هي لها مآرب ومكاسب أخرى عند الجزائر، هي تعلم أن خوفها من المجتمع المدني الجزائري أكثر من شيء آخر. خلينا باش نحطوا هذا في عين الاعتبار، لأنه كلنا عبارة عن بنيان مرصوص. فهمني أستاذ هذا الكلام باش ننطلقوا منه. فأصبح اليوم التواجد هذا نشوفه اليوم في الشاشة وتواجد المواطنين كما تفضل الزميل 9 أيام متتالية، يعني هو وقيل أنسى الأكل والشرب تاعه قد ما كان هو يتشجع باش يساهم ويساعد، لكن ثقته بالرجال الحماية المدنية والجهات اللي كانت كما تفضل الزميل اللي كانت مختصة باش ما نكروش الكلام هذا أستاذ فاضل. نعم اليوم صحيح. يجب أن نقول لهم كل الاحترام والتقدير، نقول لهم كل الاحترام والتقدير ونشد على أيديهم، لأنه المواقف هذه فقط أنه المواطن يكون متواجد تواجده يعني 50% دعما أو إسنادا لهذه الأجهزة سواء كانت أمنية ولا يعني حماية مدنية ولا نظام شرطي ولا نظام عسكري. هذا ندل يدور ونحن نعلم أن اليوم الحدود الجزائرية كيف بوجود هذو يعني نخبة هذو الشباب اللي هم اليوم يحمونا في كل مكان وزمان. بالتالي أستاذ الفاضل أنا نرجع لسؤالك حديثت فقط يعني عياش، كان من المفروض على الأقل سيدي ينزل وزير إلى الولاية يتفقد يروح يعين المكان، ما الذي يمنع أنه يذهب مسؤول كبير في البلد إلى الوقوف مع المواطنين كما يحدث في بلدان وليكن أخرى؟ وليكن اليوم الوالي يا أستاذ الفاضل هو يمثل الدولة، اسمح لي أن نظام مركزي ولا مركزي معروف النظام القانوني في الجزائر، يعني الوالي يمثل لأنه الوالي هو يمثل الدولة، احنا يعني عنده ازدواجية المهنة، أولا الوالي هو يمثل يعني الشعب وفي نفس الوقت هو يمثل الدولة مثله مثل رئيس البلدية المنتخب، له ازدواجية في المهنة، ممثل الدولة وممثل الشعب. وبالتالي اسمح لي يا أستاذ الفاضل قد يكون هذا يعني لا مركزية غير في هذا الحديثة لا اسمح لي احنا مش هذا مش حبينا نفهمه دكتور. اسمح لي يا أستاذ الفاضل احنا ما نجيناش يعني عفوا يعني نكونوا صريحين مع نفسنا، نكون واقعيين شوية. اليوم هذا شاشة إعلامية، احنا يجب أن يعني اسمح لي ما نجرحوش في أشياء واقعية وفيها مبدأ وطني. اسمح لي يعني هذا الوزير أو هذا كان هادي وتواجد هذا المجتمع المدني بحضور يعني أعلى من وزير إخواننا في الحماية المدنية اللي قايمين والسهر على هذا العمل. اسمح لي يعني قادر يجوز يجي وزير 5 دقائق ولا ربع ساعة، لكن كفاية وجود هذا الشخص هي أكبر دليل على أنه هناك صمود لهذا العمل وهناك كما يقول يعني تواجد مستمر والتزام أخلاقي ومهني. لكن اليوم إذا كان وزير غاب على المكان أنا اسمح لي ما نقدرش نقول والي ما هو شيء، وعلاش التوالي؟ اسمح لي علاش التوالي؟ نطرح سؤال بين قوسين أو بين حاضر، أنت لماذا كنت أنت لماذا والي؟ اسمح لي أنت والي موجود لأنك تمثل الدولة في الولاية، أنت هنا أساس العمل القانوني، فبالتالي أنت لازم تعطي التعليمات، أنت تعطي التوجيهات كما تفضل الزميل، لازم يكون هناك تواجد ليس فقط للحماية المدنية كما لاحظنا أنه لاحظوا أنه كان تواجد درك وطني، كان تواجد عنصر شرطي، كان هناك عسكر، كان كذا يعني كان جهات كلها، لأنه هناك تواصل حتى بعد انتشال هذا الجثمان لمعرفة من هو المتسبب في هذا الحدث بغض النظر هل هي جريمة منظمة أو جريمة غير مكدة. إذن بالتالي يجب أن نعلم جيدا أن الجميع تحت ما تستكمل الروايات، لأنه اليوم أنا كما بداية الحديث قلت لك يعني تويتر والفيسبوك للأسف إحنا للأسف حتى لو كان هناك عنصر دخيل للأسف أحيانا مفتوح هذا نظام عالمي مفتوح، لكن يعني اسمح لي لا أنه مش معقول نسمع هنايا روايات
يتحدثوا فيها ناس وناخدوها على أساس قاعدة آمرة وقانونية. لكن احنا اليوم راح نكتشفوا أشياء صدقا كما قال الزميل وكما تفضلتم انه اليوم والإعلام مفتوح يعني صراحة مفتوح وواضح في حيثياته، راح نشوفوا هناك الجديد راح يكون إن شاء الله. والدولة وجود وزير أو غير وجود وزير، بوجود والي أو غير وجود والي، راح تكتمل الحقيقة وسيعلم الجميع أنه هناك ستكون مستجدات كثيرة في هل هذا الإنسان كان بمحض إرادته أو كان بعامل نفسي أو كان هناك الكثير من الحوادث أو حادث عرضي أو هناك من كان متسبب أو هناك جريمة أو هناك هذا. تق تماما أستاذ الفاضل، كما هناك امتيازات للدفاع المدني هناك امتيازات للمنظومة الأمنية وهناك للمعامل الجنائية، وستكتشف الحقيقة إن كان هذا، إذا كان هذا مقصود. يعني أنه يعني أنا دوك لاحظت في الشاشة كان هناك جدار يعني صور يعني أعتقد قطاع يعني مكان خاص لا أن يشوف واحد الصور موجود يعني عبارة عن مزرعة. هل أنا اسمح لي سؤال، هل صاحب المزرعة لماذا هذا الشخص المواطن اسمح لي كمان نحمل مسؤولية؟ لأن نشوف الآن صور بناء هو بناء موجود على الشاشة، يعني هل هذا ما قدرش يعلن رسميا هاي الصور هاو تفضل هاو موجود على الشاشة هذا الصور مبني، إذا من هو اللي أبنى الصور هذا؟ كان قطاع خاص ولا عام؟ أيضا هذا كشاف مكان كما هذا حساس، لماذا لا يتم أخذ الإجراءات؟ لماذا يتم التبليغ عنه؟ إذا كلنا مساهمين طيب في هذه العملية. الآن هذا الذي تقوله الآن دكتور يدفعنا الحديث عن منظومة الوقائية، منظومة الحماية قبل منظومة الإنقاذ. هل نتوفر الآن في جميع المدن وبنفس الفرص يعني بتكافؤ الفرص كل البلديات كل القرى كل المداشر كل المدن الجزائرية تتوفر على نفس الإمكانات في الوقاية والحماية قبل التدخل والإنقاذ؟ جميل جدا سؤالك في محله أمين. فيما يخص الوقاية من حيث دراسة الأخطار على مستوى الحماية المدنية وإشراك بعض المديريات المحلية التي نعمل معها مباشرة كفي مثل هذه، فيما يخص دراسة الأخطار وتحليل الأخطار، فيما يخص المخطط دراسة وتحليل الأخطار الولائي لسواك لشيما ولاية داناليز ديريس التي نقوم به سنويا بتحديد الأخطار الطبيعية أو التكنولوجية، والتي من بين الأسباب التي توضع وحدات الحماية المدنية على غرار بعض المعطيات الأخرى الكثافة السكانية لوجود المصانع أو ما شبه ذلك. هذا المخطط يحلل ويدرس كل خصوصية ولاية ومنطقة من ناحية الأخطار، لذا توضع الوحدات الحماية المدنية أو وحدات القطاع أو وحدات التنوية أو المراكز المتقدمة سواء حوادث مرور أخطار كبرى حوادث صناعية حوادث متكررة محاور سوداء، كلها تأتي من هذا المخطط أو الشيما الذي يحلل ويحدد الأخطار، ومن هنا تأتي الاختصاصات وتوزع الإمكانيات التدخلية في هذا الإقليم أو في هذه الوحدة وعلى مستوى الولاية. الجزائر بلد قارة على مستوى الساحل على مستوى الداخل وعلى مستوى الجنوب الكبير، لذا الاستراتيجية في توزيع إمكانيات والتكوين خاص للعوان من ناحية العدد أو من ناحية الكم والنوعية أو من ناحية الاختصاص بعد التكوين القاعدي الذي يتلقى عون حماية المدنية أو ضباط مكلفين بالأمور القيادية. من انطلاقا من هذا المخطط الوقائي هذا من درجة الأولى لديهم قطاع الحماية المدنية في كيفية تسيير وتوزيع إمكانيات المادية والبشرية في كل ولاية وحسب احتياجات كل ولاية باحترام الهرم السلمي فيما يخص الرتب من أعوان إلى أعلى رتبة قيادية وهي عقيد. هذا من جهة. من جهة أخرى فيما يخص أمور وقائية التي تدخل في عملية التحسيس والتوعية للمواطنين أو للسلطات المحلية، أعطيك على سبيل المثال خلال السنة الماضية وهذه السنة يتم تكوين مسؤولين السلطات المحلية من رؤساء دائرة ورؤساء بلديات والمنتخبين على مستوى الولاية في كيفية تسيير الأزمات عند وقوعها في كيفية توزيع المعلومة في كيفية تشكيل وتفعيل هذا المخطط توزيع المعلومة صعود المعلومة في وقتها توفير إمكانيات والمستلزمات في وقتها كيفية تنصيب مراكز عملية مراكز ثابتة للقيادة خلية أزمة كل هذا عامل موجود في الميدان لكن يحتاج دعم صحيح يحتاج دعم يحتاج يعني تكرير ويحتاج مواصلة إلى أبعد نقطة أو على على نقطة في الهرم على مستوى الدولة حتى في مثل هذه الظروف أو مثل هذه الكوارث نصير أو نصبح نتكلم كلام واحد
لما تعرف أنك أنت منتخب وأنا حماية مدنية نقول لك عندي أزمة، تفهم الكلام فقط من كلمة أزمة في كيفية التسيير والسرعة. كل هذه الدراسات، كل هذه الأنماط يعني نعمل عليها منذ تقريبا فايت 10 سنوات في القديم، لكن خبرة كل وعدكم لا نعم هذه الاستراتيجية ربما اللي نعم. كاين الناس اللي ما تعرفهاش، أو كاين الناس حتى الصحفي الأمين، حتى الصحفي متعلم بهذه النقطة أنه تم تكوينه فيما يخص مجال إسعافات أو في مجال تسيير أزمة أو في مجال الإعلام في حالة كوارث عبر مختلف المناورات الوطنية والدولية أو على مستوى اتصال نعم. أزمات حتى يعني في الجامعة موجودة نعم. في باتنا موجودة نعم. في الغرب الوطني في نظن أنه الآن لحقنا الوقت وين تفكير يعني في كيفية التطبيق على أرضية الواقع وتجسيز هذا العلم وهذه التقنيات التي تكتسب من هذه الدراسات. شكرا جزيلا لك نقيب نسيم برناوة رئيس مكتب الإعلام مدير العام الحماية المدنية. ربما سؤال آخر لك دكتور عاشور باختصار، تحدث الآن كما ذكر نقيب نسيم عن تسيير الأزمة أو تسيير الكوارث من ناحية اتصالي والتواصل مع بقية شرائح المجتمع في حادثة أو في قضية الكوليرا وانتشار هذا المرض في ولاية البوليدة وولاية الوسط، كان ربما والي ولاية البوليدة لم يحسن إدارة هذه الأزمة، نرى بأن هناك أيضا مسؤولين آخرين في كثير من الولايات لم يحسنوا إدارة الأزمة من ناحية الاتصالية، هل الآن آن الأوان لوضع ربما نقطة عودة إلى السطر في هذه المسألة وتحديد المسؤوليات؟ أستاذ الفاضل يعني حقيقة نعود نأكد يعني إذا كنا تحدثنا بالعنصر يعني بلغة بالنسبة للإصطلاح لغة بالنسبة للإدارة هي فن ودبلوماسية يعني اسمح لي يعني خلينا ننطلق من هذا العمل نعم. يعني أحيانا تلقى إنسان مسؤول يقدر يفيدك بالكثير من الأشياء صحيح. لكن عند يعني الكونتاكت أو عند الاتصال مع الطرف المدني أو الطرف المواطن وكذا يصعب عليه هذا العمل يعني اسمح لي يعني يجوز هو يعني كان في يعني في منظومة خاصة يعني خاصة بالنسبة له وكذا، فبالتالي يعني حقيقة اليوم باش نكونوا صريحين يعني دولة أكبر من ذلك يعني أنا كما تفضلت وجود وزير أو وجود والي أو وجود كذا أنا يكفيني هذا التواجد الموجود من النخبة حقيقة لتشرف على العملية، لأنه قد يأتي الوزير وقد تصبح هناك عمل إرباك لعمل مهام هذا لأنه يصبح هناك خلل في المنظومة اللي هي اللوجستيكية. لكن اليوم يعني نلاحظ حتى الدولة لا تقصر في كل من يخطئ، ونحن وأنتم تعلمون جيدا ونحن نعلم والإعلام يعلم والمواطن يعلم حاليا أصبح هناك الحساب والعقاب لكل من لم يسهر على عمله. يعني اسمح لي أستاذ هذا موجود ملموس على أرض الواقع نعم. يعني إنسان اليوم كما تحدث أنه هو تكليف وليس تشريف، يعني كل مسؤول الذي لا يستطيع قد يصل إلى هذا المكان، إذا لم يستطع أن يكمل رسالته فليتوجه فليبتعد عن هذا المهام، والدولة لن تقصر به يعني صدقني. اليوم هناك أصبحت متابعة يعني هناك مرينا في الكثير من المراحل أنه لاحظنا هناك يعني هناك اختلاف في مرحلة من مرحلة لمرحلة، أنه هناك أصبحت مسؤولية، هناك أصبحت متابعة، هناك حتى لو كانت يعني موجودة على أرض الواقع. يعني هنا موضوع مثل هذا اليوم حقيقة يعني نلوم أنفسنا يعني كان مكان مثل هذا كما تفضل زميل إما ردمه إما استعماله بطريقة يعني عصرية أو بطريقة قانونية صحيح. أو بمواصفات علمية وأكاديمية صحيح. لكي يبتعد عن هذا الخطأ، وكل من يؤكد لك المعلومة يعني أعتقد أنا يعني وأملي كبير لا. في هذا المدى أتحدثه شكرا. كل مسؤول يكون هو مشرف على الإهمال وكذا سيعاقب، وكل من هو أخطأ ولم يراقب فأيضا هو سيعاقب لكل ذي حق حقه حتى من المسؤول. شكرا جزيلا لك دكتور موسى عاشور أستاذ القانون والمحلل السياسي. أيضا نشكرك نقيب نسيم برناوي رئيس مكتب الإعلام بالمدير العام للشؤون المدنية. نشكركم أيضا المشاهدين الكرام أولا وفي الأخير، تقبلوا تعازي أسرة مجمع الوقت الجديد عمال وعاملات صحفيين وتقنيين بهذه ربما المناسبة الأليمة، نتقدم بتعازينا إلى عائلة عياش محجوب الذي يتم أو استخرج جثمانه لتشيع أو شيع جثمانه إلى مثوى الأخير. إذن بذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من قراءة، نلقاكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله. ولكن منطقة قبائل هي الفاتورة من لا شيء سيد الناس مرحبا بك. طيب لو نبدأ معك أنت قبل أن نتحدث عن الجوانب السياسية مع